شكرا لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام. بداية ولا أجمل ولا أروع في أول مباريات شباب الأهلي، فوز كبير وعريض على بلدية المحلة بثمانية أهداف مقابل لا شيء. افتتح التسجيل للنادي الأهلي في الدقيقة 11 في الشوط الأول أحمد خالد قباقة، واحد من نجوم اللقاء. وأحرز الهدف الثاني اللاعب محمود وحيد من ركنية. وأضاف عمرو خالد بيبو، واحد من نجوم اللقاء، الهدف الثالث للنادي الأهلي في الشوط الأول في الدقيقة 34 من أسيست أكثر من رائع من اللاعب محمد رأفت. مع انتهاء الشوط الأول يضيف محمد رأفت الهدف الأول له والرابع للنادي الأهلي من ركلة جزاء. في الشوط الثاني يضيف اللاعب محمد رأفت الهدف الثاني له في الدقيقة 53 من عرضية رائعة من اللاعب محمد عبد الله. وفي الدقيقة 65 يضيف الهدف السادس للنادي الأهلي البديل المتألق عمر سيد معوض، أيضا من أسيست رائع من محمد رأفت ليضيف الهدف السادس للنادي الأهلي. ويضيف الهدف الثاني له عمرو خالد بيبو والسابع للنادي الأهلي في الدقيقة 67 من أسيست من عمر سيد معوض. والهدف الأخير والثالث له محمد رأفت أحد نجوم اللقاء، لتنتهي نتيجة المباراة بفوز كبير وعريض ورائع لشباب الأهلي على بلدية المحلة 8 أهداف مقابل لا شيء. كابتن حشيش، مباراة رائعة توقعته بين الشوطين في إضافة لأهداف أخرى في الشوط الثاني. النهاردة اللعيبة واخدة المباراة بجدية من أول دقيقة لآخر دقيقة في اللقاء. شوط ثاني رائع، مباراة عموما رائعة يعني، وبداية قوية جدا من الفريق بغض النظر عن طبعا يعني مستوى المنافس، إنما في أداء وفي روح وفي إصرار كمان يعني. الشوط أولنا أربعة كان ممكن الفرقة تنزل مريحة، الشوط الثاني يبقى فيه بعض الأنانية، لا إنما اللعب الجماعي ظاهر على الفريق بصراحة، ودي حاجة مميزة للفريق جدا اللعب الجماعي. جادة تقريبا معظم أفراد الفريق ودي حاجة برضو كويسة، كله مستوى عالي زي بقول لك، في تنوع كبير جدا في الأهداف ما بين كور ثابتة ما بين أسيستات ما بين لعب 1-2 ما بين تصويب، استغلوا كل دي محاضرة كابتن حشيش تتكلم. كابتن علاء عبده مع الجهاز الفني مع اللاعبين بعد انتهاء المباراة من أرض الملعب طبعا. مهمة جدا طبعا المحاضرة دي طبعا، عشان برضو البداية القوية والأهداف الكتير دي برضو ما توديش الفرقة في حتة تانية، لازم برضو الناس تعرف إن دي بداية. أكيد يعني الكابتن علاء بيقول لهم إن طبعا مباراة كويسة ودي بداية، لسه قدامنا الكتير. بصراحة مباراة كويسة جدا، أهداف كتيرة، بداية موفقة للفريق، الأساسيين طبعا على مستوى عالي، حتى البدلة اللي نزلت برضو تحس إنهم أضافوا مش مجرد بس تغييرات أو بيشوف الناس. هنتكلم طبعا عن البدلاء اللي نزلوا وغيروا الشكل وأضافوا في الشوط الثاني، سواء عمر سيد معوض، يوسف جمال، سيف أيمن، عبد الرحمن، عماد النحاس، وحسام عادل. في طبعا ناس تألقت بصورة واضحة قوي، زي طبعا كباكا، زي محمد رأفت لعيب كويس قوي، زي عمرو خالد بيبو، عمر سيد معوض لما نزل. يعني الحقيقه في اكتر من لاعب، عجبني كمان فارس خالد من اللعيبه الكويسه قوي، تحس ان قوه الفريق دي كمان في نص ملعبه القوي اللي عمل ربط جيد جدا ما بين خط الدفاع والخط الفرود، في انسجام كامل، في تكمله، كل واحد عارف دوره، بيأدي دوره على اكمل وجه. طيب قبل ما نروح للدكتور احمد ثابت نروح لملعب اللقاء، ومعانا زميلنا محمد توفيق ومعاه لقاءات ما بعد المباراه. اتفضل يا توفيق. من جديد برحب بيك كابتن اسامه، الف مبروك لحضرتك، ضيوفك الكرام، كل جمهور نادي عارف كل مكان. وزي ما اتكلمنا استثمار النهايه القويه للفريق 2005، النهارده كان خير بدايه وبدايه قويه جدا، وثمان اهداف مقابل لا شيء امام بلديه محله. بعد المباراه يسعدنا نكون مكان كابتن علاء عبد المدير الفني للفريق. كابتن علاء، الف مبروك الفوز النهارده، مباراه كبيره زي ما اتكلمنا، قلنا ان هنا الموسم اللي فات بشكل اكثر من رائع، النهارده كمان بنبدا بدايه قويه.
مبروك ليك ومبروك للنادي الاهلي، مبروك الكابتن وليد وكابتن بدر كابتن احمد ناجي الناس المسؤوله عن القطاع. الحمد لله بدايه مبشره. كان زي ما قلت لحضرتك قبل المباراه عندنا كان عندنا معسكر ودمج ما بين 2005 و2006. الحمد لله قفلنا على الفرقه واشتغلنا وحاولنا نوصل لاحسن توليفه، وكانت البدايه بشكل كويس. يعني نكمل المسيره بتاعت السيزون اللي فات، عملنا ارقام كبيره فبنحاول نحافظ عليها ما نقلش عنها ونحاول كمان نحسنها اكتر. كابتن علي النهارده غاب اكثر من عنصر، سواء معتز محمد في خط الدفاع وجوده مع الفريق الاول، كمان يوسف عفيفي في فتره معايشه بره، وبوستانجي واعارته، وكمان النهارده محمد زعلوك المهاجم الاساسي مش موجود، ومع ذلك الفريق النهارده اكثر من عنصر ظهر بشكل جيد، وكمان في لاعبين من 2006 ظهروا بشكل اكثر من رائع. بيغيب طبعا كابتن الفريق يوسف عفيفي من اللعيبه المميزه اللي كان ليها دور كبير قوي السنه اللي فاتت، من هدافين الفريق، عنده معايشه في فرنسا، ربنا يكرمه ويوفقه وتكون اضافه ليه ان شاء الله هو وزمايله كلهم. وفي معتز وزعلوك من اللعيبه المميزه برده مع الفريق الاول في معسكر النمسا، وعبد الله بوستانجي خرج اعاره لنادي سموحه الفريق الاول. فطبعا دي الاربع دول لعيبه مميزين جدا غابوا عن المباراه الاولى. ان شاء الله ينضم لنا عفيف في الفتره اللي جايه، يكون رجع من المعايشه، وهنشوف معتز وزعلوك. اتمنى ان هم يكملوا في الفريق الاول ونقدر نطلع لعيبه اكتر للفريق الاول. فريق 2005 فيه عناصر كتير جدا تقدر تلعب فريق اول ومنتخب مصر، وان شاء الله يعني ده دايما بيبقى هدفنا البطوله وتطوير اداء الفريق، تطوير اداء اللعيبه، بس الهدف الاسمى ان احنا نخرج لعيبه للفريق الاول. كابتن علي، البدايه القويه وثمان اهداف النهارده مقابل لا شيء، هتستثمر ده ازاي خاصه ان انت عارف اللعيبه ممكن تركن شويه على النتيجه الكبيره في اول مباراه؟ لا، احنا دايما حاطينهم تحت ضغط. حضرتك لو لاحظت احنا من اول دقيقه لاخر دقيقه بننفذ مبادئ اللعب بتاعتنا، الضغط العالي والضغط العكسي، زي ما بنركز في التفاصيل الصغيره دي احنا بنحاول نركز فيها بره الملعب، بتخلق دوافع ومنافسه شريفه بين اللعيبه كلها. عندنا في كل مركز اثنين وثلاث لعيبه مميزين جدا جدا جدا، انت بتبقى قاعد محتار تلاعب مين ولا مين. حضرتك شفت بدانا بعمرو وبرأفت وعبد الله، رأفت جاب اربع اهداف وعمرو جونين، وعبد الله تسبب في ضربه جزاء، نزل معوض قدر يسجل، نزل سيف ايمن قدر يصنع، نزل حسام قدر يبقى عنده خطوره على الجول. فانت خط الهجوم عندك قوه ضربه، لسه جاي يوسف عفيفي كمان، فلا يعني ان شاء الله يبقى موسم كويس ان شاء الله. شكرا كابتن علي، واتمنى لكم دوام التوفيق باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، مكملين في لقاءاتنا ومعانا نجوم المباراه النهارده، واحد من نجوم المباراه محمد رأفت صاحب الهاتريك النهارده. يعني رأفت الف مبروك للفوز الكبير، والف مبروك كمان ثلاث اهداف النهارده، واعتقد اداء اكثر من رائع وبدايه قويه الموسم. الاول بحب اتشرف ان انا مع الكابتن اسامه على قناه الاهلي والناس اللي مع كابتن اسامه. اولا بشكر ربنا على الثلاث اجوان، ثانيا مجهود فرقه يعني، والحمد لله على الهاتريك اول ماتش ان شاء الله واللي جاي احسن. كابتن محمد حشيش ودكتور احمد ثابت طبعا وكابتن اسامه حسني في الاستوديو بيهنوك على ادائك، ويمكن اثنوا على ادائك، والنهارده يعني استمرار اللي عملته السنه اللي فاتت، يمكن كنت هداف 2005 و2003، اللي جاي بقى عايزين منك اكتر كمان. طبعا شهادة اعتز بيها الكابتن محمد حشيش وكابتن احمد ثابت فرص. طبعا اولا الحمد لله، يعني ان شاء الله مش دي البدايه، ان شاء الله في متوشه كتير اكتر، وان شاء الله اسجل اكتر يعني، ومش دي البدايه يعني، ان شاء الله اول هاتريك ومش اخر هاتريك ان شاء الله. كابتن علاء بقى بقول لكم ايه، خاصة انكم الشوط الاولاني خلصنا 4-0، كملتوا بنفس المستوى وحطيتوا كمان اربع اهداف في الشوط الثاني. الشوط الاولاني طلعنا 4-0، احنا ما كناش راضيين طبعا على الاداء، لاننا كنا المفروض نزود في الشوط الاول نطلع 6-7، بس الحمد لله خلصنا الشوط الاول ونزلنا الشوط الثاني جبنا 6-7. وكابتن علاء ما لناش حاجه غير ان احنا نهدى ونلعب كورتنا، وهنسجل في الشوط الثاني زي ما احنا عايزين. شكرا رأفت وبالتوفيق دايما في اللجان ان شاء الله. واحد تاني يا كابتن اسامه معانا من نجوم المباراه النهارده، يعني عمرو خالد بيبو النهارده احرز هدف اكثر من رائع وعمل اكثر من اسيست كويس، يعني النهارده بدايه كويسه جدا بنبارك لكم عليها وعلى ادائك كمان بشكل شخصي. شكرا يا كابتن، الحمد لله طبعا ده اداء فرقه وتعب ومجهود كبير من الفرقه النهارده، ودي بدايه موسم ان شاء الله احسن الماتشات الجايه. النهارده برغم الغيابات ولكن الفريق متماسك، ظهر بشكل اكثر من رائع، كمان لاعبين 2006 اللي موجوده ما حسيناش لا جزء من الفرقه، وكلكم بتلعبوا بشكل يعني منسجم وفي انسجام بين الفريق كله. يا كابتن، النادي الاهلي ما بيقفش على حد، اي حد يمشي يجي غيره، وهنلعب باي لعيب. احنا فرقه فيها 11 واحد، 11 كل واحد بيلعب مركز مختلف، فاحنا فرقه ما بتقفش على حد، اي حد يجي وهنلعب وهنكسبه ونأدي اداء كويس. النهارده البدايه قويه الحمد لله، ولكن طبعا اللي جاي صعب، انتوا بطل المسابقه وحامل اللقب، واكيد كل فرقه عامله حساب كل جاي شايفينه ازاي وبتتكلموا مع بعض بتقولوا ايه. احنا طبعا الموسم اللي فات عملنا رقم كويس، والسنه دي شغالين مع بعض واللعيبه بتتكلم مع بعض، كابتن علاء بيكلمنا اللي احنا عايزين نعمل موسم احسن ان شاء الله من الموسم اللي فات ونأدي ارقام احسن وكده. شكرا عمرو، اتمنى لكم التوفيق باذن الله. شكرا كابتن اسامه، ده كان جزء من تغطيتنا ولقاءاتنا مع كابتن علاء عبد المدير الفني للفريق وبعض نجوم الفريق، وباذن الله مكملين مع حضرتك وتغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن اسامه اتفضل. بنشكرك يا توفيق، شكرا جزيلا ومتالق كالعاده.
دكتور ثابت، شفت اللقاء ازاي؟ ما شاء الله منتهى الجديه من اول دقيقه لاخر دقيقه، تسجيل 8 اهداف في عدد كبير، كمان الاداء كان ممتع ورائع. بدايه مثاليه لفريق 2005 في دوري الجمهوريه، 8 اهداف، اولا انت استحواذ، سيطره، تسجيل اهداف جماعيه، شوف الجون الاول وجماله في الجماعيه والوان تو الموجود دوت. انا عايز بس مخرجنا يجيب الهدف الثالث والهدف السادس ويربطهم ببعض، وهوري لحضرتك الفكره بصمه المدرب الواضحه فيه. اكيد هيبقى معانا كل الاهداف وهنحلل الهدف هدف دلوقتي. الهدف الثالث والسادس تحديدا شغل مدرب واضح، ان انت بتعتمد على الاستحواذ والسيطره، ومهاجم بينزل للخلف زي المهاجم محمد رافت اللي هو يعتبر واحد او نجم المباراه، بينزل يسقط للخلف تحت ويفتح المساحات لزملائه. لو اتفرجت على الجون الثالث هو اللي هو سجله، الجون الثالث اللي جابه عمرو خالد بيبو، هو بالظبط الجون بتاع عمر سيد معوض. الجون الثالث كان في الدقيقه 34 والجون السادس في الدقيقه 65. بص نفس الفكره، هتلاقي ان مهاجم بينزل لتحت بيفتح مساحه، فده واضح بصمه مدرب. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بيحسب للمدرب علاء عبده اكتشاف عمرو خالد بيبو النهارده في مركز جديد بيلعب كجناح شمال، وان هو يسجل هدفين، لعيب عنده سرعات، عنده القوه البدنيه، تطور بدني واضح لعمرو خالد بيبو، واضح ان هو اهتم بيمثل خطوره وسجل هدفين، عامل ماتش كويس جدا النهارده. بالنسبه لي محمد رأفت ده اكتشاف النهارده. كنا بنقول قطاع الناشئين ما فيهوش راسات حربه او ما فيهوش رؤوس حربه او ما فيهوش راس حربه طالع، لا، النهارده انت عندك تاحه وعندك حسام عادل، والاكتشاف كمان محمد رأفت النهارده مسجل 3 اهداف وصانع هدفين. يعني مساهم في 5 اهداف، يعلن عن نفسه بقوه في الموسم الجديد محمد مساهم رافت. في 5 اهداف من 8. خلي بالك كان معانا الحلقه اللي فاتت محمد رأفت، كان هو امير علاء، وكان قال انا عندي تحدي الموسم ده ان شاء الله اقدر اثبت نفسي، الفت الانظار بقوه باين، علشان عايز احجز مكان ان شاء الله او اطلع واخد فرصه مع الدرجه الاولى. صحيح. مش حكايه كمان تسجيل اهداف بس، لا، بص على تحركات. محمد رأفت بيتحرك بشكل كويس، بينزل ويفضي المساحات، وحتى لما رجع ده في اخر 10 دقائق لعب وسط ملعب، لعب ارتكاز، رجع مكانه اللي هو 8، يعني لعب في اكتر من مركز، بدا راس حربه لغايه الدقيقه 80 قدر ان هو يسجل 3 اهداف ويصنع هدفين. الهدفين اللي انا بتكلم عليهم في الجون الثالث والسادس هو اللي صنعهم من خلال تحركه، وان هو بيفضل المساحات. هو ده الهدف معانا اللي انت بتتكلم عنه. ده الهدف السادس. لو رجع بص هنا برده محمد رأفت هو اللي استلم وفضل مساحه. الضغط كمان، الضغط على الراجل. لا، ده هدف عمرو خالد بيبو. الثالث والسادس نفس الاجوان، يعني نفس الفكره برضو. النهارده اكتشاف عمرو خالد بيبو ان هو يسجل هدفين يحسب للمدرب علاء عبده. كذلك تسديدات احمد خالد كباكا احسن لاعب وسط صاعد في النادي الاهلي. ده هدف محمد رأفت. الهدف حتى الفينش بتاعه ممتاز، بتاع محمد رأفت. مهاره عاليه، عنده كذا حاجه، وتوظيفه كمان من السنه اللي فاتت في راس الحربه نجح فيها. نتمنى بس ان اهم حاجه عقليه اللاعب بقى. عقليه اللاعب يعني ايه؟ مش ان انا جبت جون انام عليهم، لا، انت لازم تكمل على الاداء ده، ولازم رسالتي ليه ان هو لازم يخلي معدل اهدافه في الموسم فوق ال10 عشان خاطر ان تبدا ان انت تتصعد وان انت الناس تقدر تتكلم عليك. لكن مجرد ان انت جبت جون في ماتش ما نامش عليها، لا، انا لازم اكمل الاداء ده. احسن حاجه كمان النهارده الجماعيه في الاداء طبعا. الجماعيه والاستحواذ وسيطره الاستحواذ ده بـ8 اهداف. الحاجه اللي بعد كده كمان بشوف ان هسيبك تكمل النقاط الايجابيه من خلال اللقاء، فوز كبير للاعبي النادي الاهلي، ونروح لملعب المباراه. وايضا معانا زميلنا محمد توفيق ولقاءات ما بعد المباراه. اتفضل يا توفيق. تحياتي ليك مره ثانيه كابتن اسامه، ضيوفك الكرام، كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، ومكملين مع نجوم فريق النادي الاهلي مواليد 2005. معنا واحد من اللاعبين النهارده اللي ادوا اداء كبير جدا، يوسف جمال. يعني الف مبروك الفوز يا يوسف، ويمكن هاخد مع كلام كابتن اسامه وضيف في الاستوديو، ابرز مكان يميزكم النهارده هو الاداء الجماعي، والحمد لله لربنا كلل مجهودكم وكسبتوا 8 اهداف مقابل لا شيء النهارده. الله يبارك في حضرتك. الاول الحمد لله يعني على الاداء والنتيجه النهارده. احنا بنكمل اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت، سلسله وقطر مشي واحنا بنكمله، والحمد لله النتيجه. يعني ده شغل وتعبنا من اول ما بدانا الموسم طبعا، الشغل مع كابتن علاء واللعيبه. حابب اشكرهم على الاداء والرجوله النهارده والاصرار ان احنا نجيب جون ورا جون ونجيب اعلى سكور. طبعا ده يعني حاجه كويسه النهارده وبدايه قويه لينا، وان شاء الله نكمل على اللي جاي باذن الله. يوسف، يعني وجود عدد من الفريق مواليد 2005 مع الفريق الاول ده مديكوا دافع مع بدايه الموسم ان كل لعيب عاوز يعمل احسن حاجه عنده، خاصه ان مستر كولر دايما بيبص على القطاع، خاصه فريق 2005 وفي اكتر من لعيب تم تصعيده من قبل. طبعا طبعا، انت في اي وقت ممكن يقول لك تعالى عندك تمرين مع الدرجه الاولى، فلازم تبقى مركز ولازم تعمل عليك، ولازم دايما حاطط في دماغك ان انت في اي وقت تبقى مجهز نفسك، ان انت وقت ما يقول لك تطلع فوق تبقى كويس وتأدي احسن اداء عندك. دي طبعا لا في دماغنا طبعا، كلنا كل واحد حلمنا ان هو يطلع الدرجه الاولى في اي وقت. النهارده مجرد بدايه، اللي جاي ان شاء الله يعني ناويين عليه وشايفينه، بتتكلموا مع بعض ازاي في اللي جاي؟
طبعا الحمد لله هي البدايه قويه، ناويين ان شاء الله الفتره اللي جايه نكمل اللي احنا عملناه الموسم اللي فات. هي احنا عملنا نجاحات كبيره اول الموسم اللي فات، ناويين ان شاء الله نكسر الارقام بتاعت الموسم اللي فات ونحقق نجاحات اكبر. طبعا عندنا منتخب مصر وعندنا فريق الدرجه الاولى فيرست عندنا، فطبعا كل واحد بيبقى حاطط لنفسه تارجت كده ان هو يبقى حاجه من الاثنين او الاثنين مع بعض ان شاء الله، سواء منتخب او الفيرست، وطبعا البطوله بتاعتنا يعني ان شاء الله. شكرا يوسف، دايما موفقين باذن الله. مكملين لقاءاتنا كابتن اسامه وتغطيتنا لمباراه الاهلي وبلديه المحله، من ضمننا واحد من نجوم الفريق النهارده وصمام امان كبير جدا للفريق، احمد عبدين مدافع الفريق. يعني احمد معتز مع الفريق الاول، بوستانجي طلع اعاره، لكن الحمد لله النهارده ادته باداء اكثر من رائع، يعني قدرتوا تحافظوا على نظافه الشباك وتخرجوا نتيجه كبيره النهارده 8 من قبل الاشياء. الاول بسلم على كل الكابتن في الاستوديو، متشرف اني معاهم. كذا مدافع معتز مدافع كويس وطلع الفيرست تيم، وبوستانجي نفس الكلام. مبسوط لهم طبعا، و مبسوط لاي حد في الفرقه يطلع فيرست تيم او يطلع اعاره دلوقتي في السن ده. طبعا الماتش النهارده كاول ماتش كويس انه ما يخشش فينا جوان ونجيب جوان كثيره عشان يبان ان احنا داخلين الدوري بقوه. يوسف، يعني عابدين الدوافع والحافز، يمكن انتوا بطل المسابقه بفرق كبير جدا من النقاط، بنتكلم في 21 نقطه قبل نهايه البطوله بسبع اسابيع، والنهارده بدايه قويه، اللي جاي بقى بتفكروا فيه ازاي واهدافكم بجانب البطوله طبعا. احنا كابتن علاء اتكلم معانا على السنه اللي فاتت وعلى قد ايه احنا كسرنا الدنيا وكل ده، بس احنا كل اللي احنا عايزينه ان احنا نجيب اكتر من السنه اللي فاتت ونعمل احسن من السنه اللي فاتت ونكسب كل الارقام اللي عملناها السنه اللي فاتت، وده هدفنا السنه دي ان شاء الله. الفريق الاول واكتر من عنصر انضم للفريق الاول، الهدف ودوت حافز ليكم في الفتره ديت انكم تعملوا اقصى مجهود عندكم؟ طبعا حافز لكل اللعيبه ان هم يطلعوا الفريق الاول وان هم يقدوا كل اللي عليهم هنا في الناشئين عشان يتحسنوا لحد ما حد من الفريق الاول يشوفهم، وطبعا اي لعيب يبقى عايز يلعب في النادي الاهلي فريق اول. شكرا عبدين، ودايما موفق باذن الله رب العالمين. مكملين لقاءاتنا كابتن اسامه، وانضم لنا نجم اخر من الفريق، يعني من النهارده عبد الرحمن عماد النحاس. عبد الرحمن مبروك الفوز الاول، والنهارده بقى يعني تغيير مركزك، متعودين دايما انك بتلعب راس حربه، النهارده بتلعب في مركز المساك، اول مباراه ليك تقريبا في المركز دوت، شايف التغيير ده ازاي؟ والله يعني انا بدات من اول الموسم مع كابتن علاء وكابتن محمد صلاح، هم اتكلموا معايا بشكل كويس جدا ان انا تغيير مركز، يعني انا بقالي كتير جدا بلعب طرف ملعب، فهم شافوني الكورتي كويسه في طرف الملعب وكده، فاللي هي هتجيد معايا في الدفاع، وكمان هم اتكلموا معايا وقالوا لي هندي لك شغل اللي هو عشان تطورني في المركز، وهم شافوني ان انا ان شاء الله هبقى حاجه محترمه بعد كده. يعني اكيد انت كنت عارف ان محمد عبد المنعم او حد احكي لك في قطاع محمد عبد المنعم نجم الفريق الاول دلوقتي ونجم خط الظهر، كان في البدايه مهاجم، ويمكن اعتقد تغيير المركز ده كان نقله كبيره في حياته، ده عامل لك دافع ان ممكن المركز الجديد ده كمان يوديك في سكه ثانيه؟ اكيد، يعني اي حد برضه يعني تغيير مركز كده بيديله دفع اللي هو عايز يعمل حاجه في اقل وقت، يعني انا مثلا انا قدامي ان شاء الله سنه سنتين عايز احط هدف ان انا في الفتره القليله دي اطلع فيرست تيم، وابقى دفع يعني للفيرست تيم اللي انا ابقى موجود معاهم. يعني بجانب طبعا التدريبات في الملعب والقطاع هنا، انت عندك مدافع كبير معاك في البيت، كابتن عماد بيقول لك ايه؟ والله كابتن عماد بدا هو يعني هو الصراحه هو يعني اللي بدا معايا من السنه اللي فاتت، هو اللي قال لي ايه رايك نلعب مدافع، فهو اختار رايي الصراحه، ويعني ايه وشافني ايه الارتحيه ليا بس، وانا وافقت الراي وبدانا الحمد لله. بعد كده هو بقى سلم لي لكابتن علاء وكابتن محمد صلاح، بعد كده هم كملوا الطريق وان شاء الله يعني اكون يعني حاجه كويسه معاهم ان شاء الله، وابقى دافع عليهم ان شاء الله الفتره اللي جايه. شكرا عبد الرحمن، ودايما موفق باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، دي كانت لقاءاتنا ودي تغطيتنا لمباراه الاهلي وبلديه المحله مواليد 2005 واولى مباراه الموسم، يا رب دايما النادي الاهلي في انتصارات وبطولات، ويبقى النادي الاهلي في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد. كمان كابتن اسامه اتفضل. بنشكرك شكرا جزيلا يا توفيق، متالق كالعاده. نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل مستمرين في تحليلنا الفني للقاء الاهلي مع بلديه المحله مع الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، انتظرونا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ما شاء الله بدايه ولا اجمل ولا اروع لشباب الاهلي، فوز بثمان اهداف كمان مع اداء ممتع لشباب الاهلي امام بلديه المحله، نتمنى ان شاء الله الاستمراريه في المباريات المقبله. كابتن حشيش، عايزين نحلل الثمان اهداف، ثمان اهداف تمام. يعني فيهم اهداف رائعه وممتعه، فيها شغل مدربين، فيها مهارات عاليه من اللاعبين. نبتديها بالهدف الاول للاعب احمد خالد قباقه اللي كان في 1 2 مع احمد وحيد، وده اللي افتتح ثمانيه الاهلي النهارده. ده الهدف الاول يا كابتن حشيش، اتفضل. طبعا استحواذ و 1 2 في انسجام بين الاثنين اللعيبه، وبعدين استغلال المهاره طبعا بتاع التصويب بتاعت قباقه، حطها حلوه قوي، ترددش يعني، هو واخد القرار. جون من احلى الاجوان اللي في المباراه كلها الحقيقه، الجون الاولاني يعني بدايه حتى الاهداف
تفتح النفس يعني. جون ملعوب وفي حاجة بتتعمل فيه جماعية وفي تفاهم كامل وفي مهارة تصويب. دكتور أحمد ثابت عايز تضيف حاجة على كلام كابتن محمد عشيش؟ برضو الدور بتاع أحمد وحيد يعني أحمد وحيد جاي من تحت وهو اللي عامل الزيادة، هو أصلا مركز ستة فهو مكمل وزايد عشان يعمل الوان تو مع أحمد خالد كباكا. أحمد خالد كباكا شاطها بصراحة، عنده ميزة التسديد، واحد من اللعيبة اللي لازم بصراحة مارسيل كولر يحط عليها العين في الفترة الجاية، لأن أنت محتاج لعيب في وسط الملعب زي كباكا. تمام. الهدف الثاني لاعب محمود وحيد وهدف من الكرات الثابتة، وإحنا بنتفرج على المباراة عارفين ومتأكدين إن الأهلي ممكن يضيف هدف من كرات ثابتة نظر الأطوال الموجودة عبدين محمود وحيد الى المدافع. بالنسبه لي محمود وحيد ده اكتشاف في الماتش ده او مفاجاه، لانه هو طلع مميز يعني، هو بديل كويس جدا لمعتز محمد. نفس النوعيه، معتز محمد برضو كنا بنتكلم عليه السنه اللي فاتت في ضربات الراس. النهارده بيطلع لنا واحد التوجيه كمان، شوف النطه والالتحام والفوز بالالتحام الهوائي والتوجيه بتاع ضربات الراس دي يعني زي نفس النوعيه بتاعت معتز محمد النهارده بشوفها في محمود وحيد. ومش بس كده، ده كمان كمل الشوط الثاني باك ليفت يعني نفس كربونه من مين؟ من معتز محمد. النهارده المساك اللي ناحيه الشمال الجنب الشمال، بص الارتقاء والتوجيه، والنهارده لاحظنا خطوره في الضرب في الضربات الركنيه الصراحه. المهم كمان يا احمد في الجون ده توزيع اللعيبه في ال 18، في حد على القريب واحد في النص، والراجل اللي جاب الجون واخد العرضه البعيده وفي ناس مستنيه زي ما اسامه على ال 18 عشان لو في حاجه سقطت برده. كل سنه توزيع اللعيبه دي مهم قوي، كل سنه بيطلع لنا مدافع هداف في القطاع الناشئين في 2005، السنه اللي فاتت معتز محمد، السنه دي محمود. الهدف الثالث للاعب واحد من نجوم اللقاء عمرو خالد بيبو، اسيست رائع من محمد رافت، هدف من الاهداف الحلوه، 8 اهداف. هنا اهم حاجه في الهدف ده محمد رأفت اللي يشوف الجون الثالث والسادس، الجون الثالث اللي هو السادس نفس الجون بالظبط كانك بتشوف السادس. بص هنا ارجع قبل التحرك، ارجع بس من الاول. اولا الدور في اللي زي ما اتكلمنا قلنا الضغط العالي وقطع الكره الثانيه ده مهم جدا، لكن انا بالنسبه لي هو رقم 7 محمد رأفت هو اللي عامل الحاله دي وعامل الشكل قدام تمركزاته، ان هو النهارده تحرك برضو عمرو خالد بيبو ناحيه الشمال، وان هو بيقطع في المساحه اللي ما بين المساك والباك لجوه في المساحه اللي فضها له مين؟ المهاجم محمد رأفت. محمد رأفت واحد من هو يعتبر نجم المباراه ويليه عمرو خالد بيبو. الاثنين دول بصراحه تحرك عمرو خالد بيبو لجوه والفينش ممكن واحد يفنشها، اللمسه الاخيره بتاعته ما تكونش حلوه. عجبني احمد قوي كمان ان 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 معظم اللعيبه قبل ما الكوره بتجيله بيبقى عارف هيعمل ايه. يعني لو عدنا الجون ده تاني من فضلك يعني هاتولنا الهدف الثالث. بص محمد رأفت والكوره بتتلعب له، هو باصص على مين؟ يعني بص الاول قبل ما يلم الكوره. وهي بتتلعب له بالهيد. لو استاذن عايز اجيب السادس بعد الثالث. بص بقى البصه دي، بص البصه دي، هو بص الاول، هو بص تحرك خالد النظره دي. الاسكان اللي عمله. الاسكان اللي خالد بيبو بيتحرك حتى قبل ما يحط الباص. صحيح. عشان ما يطلعش حاله اوف سايد فبيطلع مواجه. هدف طبعا من الاهداف الحلو. طيب انا عايز اربط الهدف الثالث بالهدف السادس. هنأجل الاهداف الثانيه بس عشان الربط اللي عايزه الدكتور احمد ثابت. هات السادس اللي هو الجون بتاع عمرو خالد بيبو اللي هو كان في الدقيقه 65. هيكون معانا دلوقتي يا دكتور. هنا بص الاسكان في الجون ده، كابتن محمد اتكلم عن نقطه مهمه جدا اللي هي الاسكان اللي عمله. هنا ده الجون الثالث. ده معانا الهدف السادس. اتفضل. هاتوا بقى من اوله. شوف برده هتلاقي محمد رأفت بدايته فين. ارجع للجون من اوله. ارجع للهجمه من اولها وقبل احراز الهدف. لا قبل التمريره، هات التمريره من اولها. ارجع كمان. بس وقف هنا كده. هنا الكره مع مين؟ مع فارس خالد. مين اللي نازل لتحت وساقط؟ محمد رأفت. وقف الكوره، وقف نفس الجون اللي احنا شفناه في الجون الثالث. محمد رأفت نازل عشان يفتح المساحه ما بين المساك والباك لمين؟ للجناح اللي هو كان مين؟ عمر سيد معوض. نفس الجون الثالث لعمر خالد يعني العمر كمل. هنا بيلف ويدور محمد رأفت نازل يستلم بظهره. مين المساحه اللي فضها؟ محمد رأفت. خلاص المدافعين بقى مش عارفين اطلع اضغط عليه ولا اسيب المساحه في ظهري. خلاص مين اللي قطع؟ عمر سيد معوض. نفس الجون الثالث بالظبط. يعني انت متخيل احمد ان راس الحربه هو اللي بيشتغل في اكتر من موقف صانع العاب. راس الحرب يعني غير انه بيخلق مساحات،
انه في بعض الاحيان بيبقى هو صانع العاب، بينزل يبقى صانع العاب لل بيفتح مساحات للاطراف او الناس اللي جايه من تحت. فالجون الثالث شبه الجون السادس، بتوضح ادوار محمد رأفت اللي هو نجم المباراه النهارده المهاجم، وبتوضح ادوار المدرب. يحسب برضو للكابتن علاء عبده ان الشغل اللي عامله واعتماده على مهاجم وهمي مش مهاجم محطه عايز يفضي المساحات للي جاي من ورا. عجبني في الكابتن علاء عبده ان رغم التغيير الكتير بيحصل داخل المباراه، ممكن تلاقي الباك رايت بقى في نص الملعب، واللي كان باك ليفت بقى مساك، والتغييرات النهارده وتكمله اسامه اللي نزل تحسب للمدير الفني اللي نازل من بره، مش نازل نشاز طبعا ده نازل بيكمل داخل في قلب المنظومة. وداخل في قلب المنظومة. يعني النهارده لما التغييرات اللي حصلت الشوط الثاني، عمر سيد معوض، سيف جمال، سيف ايمن، عبد الرحمن عماد، وحسام عادل، الخمسه اللي نزلوا دخلوا في التوليفه، ما تحسش ان في تغيير حصل، وما تحسش الاداء اتهز، بالعكس دخلوا في الاداء بالظبط. تحس ان في فرقتين دلوقتي، فرقه 2005 بقى عندها فرقتين في كذا، يعني في اكتر من مركز. الباك رايت يوسف سعد عبد الحفيظ، وشفناه دخل في وسط الملعب، ونزل يوسف جمال. المساك شفنا تجربه عبد الرحمن عماد النحاس في المساك مع محمود وحيد وعبدين. الباك ليفت شفنا محمود وحيد اللي هو اصلا كان بادئ مساك مع امير علاء. الوسط الملعب كباكا وفارس خالد واحمد وحيد وفي ابراهيم عادل كمان. يعني هي مناسبه كمان يا احمد ان انا اقول ان الجيل ده مميز 2005 و2006 صح. واخد بالك، ودليل على الناس اللي طلعت تعمل معاشه بره زي يوسف عفيفي في الهافر الفرنسي، ومعتز محمد وكابتن الفرقه وهداف الفرقه وماشي كويس هناك. بص الجيل ده طالع منه ايه، والراجل اللي راح عمر سيد معوض راح اسبانيا كمان لسموحه، يعني بص اللعيبه كمان بستنجي. واللي موجودين مميزين ما قلوش عنهم، وبندي فرص للناس كلها يعني. طيب الحاجه برضو المهمه النهارده ان الجيل بتاع 2005 هيبقى ليه منتخب، هيتم تشكيل الجهاز الفني خلال الفتره اللي جايه، فده حافز برضو للاعيبه. طبعا طبعا ده حاجه مهمه جدا النهارده ان انت ده تكمله الاهداف. ده الاهداف. طيب النهارده انت محمد رأفت الجون ضربه الجزاء اللي جابها برضو محمد عبد الله من اولها، لو جبنا برضو من اولها هتلاقي محمد عبد الله اللي تسبب. هنا محمد رأفت برضو مهم ان راس الحربه لما يبقى بيعرف يشوط ضربات جزاء، دي حاجه مهمه طبعًا. بتزود عدد اهدافه طبعًا. النهارده بدل بيجيب هاتريك كنا ممكن نقول ان هو جايب هدفين صحيح. النهارده لا، جايب هاتريك لانه عنده ميزه تسديد ضربات الجزاء. صحيح. الهدف الخامس بقى للنادي الاهلي كان برضو اللاعب محمد رأفت، ده الهدف الثاني ليه في اللقاء، وكانت متابعه جيده برضو، كانت عرضيه من اللاعب محمد عبد الله. اللعب في المساحه الفاضيه برضو ياخدها، وتعديه بقى بص يعني الثقه ان هو يعدي وهيرفع بص وشه عشان يبصيها. متابعة جيدة وتكملة العكسية كمان مهمة جدا جدا، تكملة عكسية ولعبها تاني بالعرض. هات طيب. هات العرضية طيب. بس شوف هنستكمل مع بعض دلوقتي تحليل الأهداف، لكن برضو من الحاجات الإيجابية النهاردة وإحنا دايما بنسلط الضوء عليها التحكيم، وعلشان يكون عندك قاعدة تحكيم محترمة لازم تبتدي من القاعدة تحت، من مباريات الناشئين ومباريات الشباب، عشان يبقى عندك حكام مميزين في الدوري الممتاز. النهاردة الحكام كان حكم الساحه كابتن هيثم عثمان منطقه القاهره 34 سنه، مساعد اول الكابتن خالد حسام طه منطقه القاهره 37 سنه، ومساعد ثاني الكابتن احمد عبد الغني ايضا منطقه القاهره 34 سنه. نروح لخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس اللي تابع اللقاء وناخد رايه برضه، وبدايه انطلاقه يعني الموسم الجديد مع مباريات الدوري الجمهوريه، ونشوف رايه في التحكيم النهارده برغم النتيجه الكبيره وفوز الاهلي ب8. تحياتي ليك يا كابتن ناصر، وتحياتي الكابتن حشيش والدكتور احمد ثابت. تحياتي ليك يا كابتن اسامه، وتحياتي لضيوفك الكرام من كابتن حشيش والدكتور احمد ثابت وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يهمنا رايك طبعا النهارده يعني اولى مباريات دوري الجمهوريه، طاقم تحكيمي منطقه القاهره، رغم النتيجه الكبيره لكن يعني قرارات الحكام النهارده كانت صحيحه، كان تمركز جيد، كان الاداء يعني بيبشر ان شاء الله في الموسم الجديد ممكن نشوف طفره في التحكيم المصري ان شاء الله. خليني اقول يا كابتن اسامه بس احييك طبعا على الاستوديو التحليلي، واقول لك كل سنه وانت طيب على الاستوديو التحليلي، نموذج استوديو تحليلي كبير جدا، يعني حضرتك بتشرح وتفصل والكبار اللي موجودين معاك حقيقه طبعا احنا بنستفيد من هذا الاستوديو التحليلي. بحييك على الاستوديو التحليلي في اول مباراه بنشوفها. من خلال الاستوديو التحليلي اعتقد ان الكل اللي بيشاهد بيشوف عرف تفاصيل المباراه كلها كامله، فبشكر طبعا ضيوفك الكرام على الاداء المتميز اللي هم قدموه. شكرا. نروح لطاقم التحكيم كابتن اسامه، زي ما انت حتى قلت كده
هو طاقم تحكيم من منطقه القاهره هيثم، وهيثم ده من الحكام الواعدين، كان حضر معسكر الحكام الواعدين اللي اتعمل الاتحاد المصري عمله، وده كان معسكر كان جاي من الاتحاد الدولي منحه، تم اختيار فيه 35 حكم من الحكام الصاعدين الواعدين، من ضمنهم حكم المباراه اعتقد هيثم النهارده ادى مباراه رائعه جدا. كابتن اسامه عاوز اقول حاجه مهمه جدا على رغم نتيجه المباراه، ولكن في الهدف الاول هقول لك شوف تحرك زي ما حضرتك ودكتور احمد ثابت والكابتن هشام اتكلموا على تحركات لاعبي الاهلي في الهدف الاول. شوف الحكم كان فين ووسع لنفسه ازاي وكان عنده قراءه مستقبليه للعبه. اعرضوا لنا الهدف لو سمحت ذكروني، والكابتن نصر بيتكلم عن الهدف الاول وتمركز الحكم. يعني في اداء متميز من اللاعبين النادي الاهلي في التحركات وفي التمركزات، وهنا الحكم كمان كان ليه دور كبير جدا، كان عنده قراءه ازاي يوسع وما يخش ما يخشش في مسار اللعبه ده. شوف هنا حكم المباراه هنا في ال 1 2 بيرجع ورا بيفتح نفسه، ممكن يرجع قدام. يا دكتور يا دكتور احمد انت وكابتن حشيش، كان هنا الحكم ممكن يطلع قدام كان هيبقى في مسار اللعب، ولكن هو عمل ايه؟ اخر نفسه سنه عشان يوسع للاعيب الاهلي ان هو يروح. دي ميزه من الميزات اللي النهارده هيثم عملها، وازاي ان هو بيبقى عنده قراءه مستقبليه لطرق واساليب اللعب يا كابتن. لو هنروح للحاله الثانيه كانت في الدقيقه 46 وركله جزاء صحيحه 100% هنا لم يتردد في احتسابها، العرقله واضحه، وهو هنا على طول كان يعني عنده توقع واحتسب ركله جزاء صحيحه اللي احرز منها لاعب النادي الاهلي محمد. معانا على الهواء ركله الجزاء كابتن. هنا كابتن شوف هنا يعني بص ركله جزاء يعني ايه، عاوز اقول ايه كامله الاوصاف. الشد موجود بالايد من فوق، وهنا العرقله كمان كانت موجوده من مدافع نادي البلديه، وبالتالي هنا كان ممكن حكم يقول النتيجه كبيره، وكان ممكن حكم يعني زي ما انت بتشوف كده كابتن اسامه هو لم يتردد وملوش علاقه بالنتيجه، كان اداؤه اداء رائع واحتسب ركله جزاء صحيحه لمحمد عبد الله اللي تم تسجيل منها هدف لمحمد رافض. حتى لما نيجي نشوف التنفيذ يا كابتن اسامه وده كان مهم جدا جدا، هتقول لنا تنفيذ ركله الجزاء شباب، يعني نشوف التنفيذ مفيش ابدا اي لاعب اخترق منطقه الجزاء اثناء التنفيذ، ودي تحيي فيها حكم المباراه. وايضا حارس المرمى كمان لم يتحرك قبل التسديد، شوف هنا لحظه التسديد ومحمد رافض بيسدد، هتلاقي جميع اللاعبين خارج منطقه الجزاء، حارس المرمى القدم موجود على الخط، وده تنفيذ نموذجي لحكم المباراه. لو رحنا للشوط الثاني اضاف 4 دقائق على الرغم من النتيجه 8 الى شيء، ايوه، ولكن اعطى النادي الاهلي حقه في الوقت الضائع. خلي بالك ده يا كابتن ناصر من الحاجات اللي وقفت عندها، والنتيجه 8، وانا قاعد مع الكابتن حشيش والدكتور احمد ثابت قلت يا ترى الحكم هيحتسب وقت بدل ضائع ولا ممكن دلوقتي يصفر وينهي المباراه؟ لا، لقيته بيدي النادي الاهلي حقه رغم النتيجه الكبيره، هو واخد الامور بجديه ومركز في التفاصيل الصغيره. ده دليل يا كابتن اسامه على ايه؟ على ان انا ماليش علاقه بالنتيجه، وده دايما احنا بنقول للحكام من فضلك لو سمحت ماليش علاقه بالنتيجه، ولكن أيوة. انت ليك علاقه بحق الفريق، يعني سواء النادي الاهلي او بلديه محله، هناك وقت ضائع تم اضاعته لابد انك انت تعطيه، وانا هنا بشيد بهيثم وبشيد بخالد وبشيد باحمد عبد الغني، بدايه موفقه للتحكيم المصري كابتن اسامه، وبدايه اروع نتيجه واداء للاعبي النادي الاهلي. مبروك على الشوط التحليلي، وبحيي طبعا تاني حشيش والدكتور احمد ثابت اللي هم النهارده يعني امتعونا وادونا حاجات كتيره جدا في التحليل الفني. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، ودايما السهل الممتنع في تحليل حالات التحكيم، نشكرك شكرا جزيلا خبير التحكيم الكبير كابتن ناصر عباس. يا ريت تذكروني نستكمل مع بعض بقى الاهداف، الهدف الخامس تحديدا. الهدف الخامس، الهدف الخامس فيه شغل حلو قوي، من بدايته احلى في احلى حاجه في الهدف الخامس الكثافه العدديه الموجوده جوه منطقه الجزاء. شوف اول ما محمد عبد الله عدى بالكوره، شوف كم عنده خيار. ايوه كمل. يوسف سيد عبد الحفيظ لعبها هنا، محمد عبد الله تحرك طبعا في المساحه الفاضيه في ظهر الباك ليفت، بص هنا هيعدي الاول، هيراوغ طبعا مهاره المراوغه عند محمد عبد الله، بس كمل. وقف بقى هنا، ستوب. بص عنده كام واحد يمرر له، رقم 17 ورقم 7 ورقم 32 ورقم 6، وفي واحد كمان فارس خالد في يعني بص اللي هو ردها بقى في الاجواء البعيده، الكابتن حشيش بيقول عليها الانتشار الجيد، الانتشار والكثافه العدديه، وبص عنده كام واحد، كان ممكن يبازي لورا وممكن يبازي لفارس خالد، هو عمل الخيار اللي هو فارس خالد، واحلى حاجه انكار الذات في الفرقه. أيوة. يعني فارس خالد كان ممكن يجيبها جون، كمل بس فارس خالد كان ممكن يجيبها هنا او يحاول حتى لو خبطت في العارضه، لكن هو قال لا انا هرجع لورا عشان اضمنها،
فاحلى حاجه الجماعيه وانكار الذات في الجون ده. طيب الهدف السادس احنا عرضناه، محتاجه تاني ولا خلاص؟ السادس لا خلاص. خلاص عرضناه، هدف عمر سيد معاذ. نروح للهدف السابع بقى، هدف عمرو خالد بيبو، الهدف الثاني ليه. والنهارده عمرو خالد بيبو واحد من نجوم اللقاء، ادى اداء اكثر من رائع. والهدف السابع للنادي الاهلي والثاني لعمرو خالد بيبو كان من اسيست من عمر سيد معوض. لو جاهز معانا يا شباب نعرض الهدف السابع للنادي الاهلي. الاحلى ما في الهدف ده السرعه بتاعت عمرو خالد بيبو. عمرو خالد بيبو الاكتشاف في الماتش ده، احنا كنا قلنا ان ده الهدف السابع معانا. بص هنا الضغط العالي اللي الفرقه بتعمله، فارس خالد بيضغط، بص بقى برده فارس عمر سيد معوض وعمرو خالد بيبو نفس برده الجون بتاعه اللي جابه في الشوط في الجون الاول، التحرك بالزبط. في المساحه ما بين المساك والباك، الانطلاق هو عنده الميزه دي اللي هي يعني بتبقى نادره شويه، الانطلاق بالكوره، ودي من الـ الـ المهارات اللي بتتولد. ده الهدف الثامن، بتتولد بالفطره يعني. الهدف الثامن محمد رافض بصراحه بيترجم مجهوده عشان يبقى هاتريك. هو الجون ده كده انت عشان يبقى هاتريك ويبقى نجم المباراه ويبقى نجم الماتش وياخد الكره معاه ومروح بصراحه. انا احب المهاجم اللي يحط بصمه في اي لقاء بيلعب سواء كان بديل او اساسي، عايز يقول انا موجود. ودايما المهاجم ارقام سجل. هو كمان يا اسامه عنده ميزه ان هو متنوع زي ما قلنا، ان هو راس حربه صندوق، بيفتح مساحات للناس اللي جايه من تحت، صانع العاب كمان، لا بينزل يستلم الكوره، بيجيد التحركات دي مهمه جدا جدا يعني. غير كده بقى انه هتدافع الجون بقى يعني. بس يعني في نقطه كمان معلش بالنسبه لمحمد رافض، اهم حاجه العقليه. طبعا. مش معنى ان الناس بتشيد بيك ان انا خلاص لا. محمد رافض لازم توصل عدد اهدافك، انا ده تملي بقول له كده، لازم عدد اهدافك في الموسم يبقى فوق 10 اهداف، لازم تكون جعان في كل ماتش. الكلام اللي انت بتقوله يا احمد ده هو الكلام اللي علاء عبده قالوا في الاجتماع اللي جمعهم على طول بعد ما الماتش خلص. انه يعني يا جماعه ما يغركوش الكم الاهداف ده والمكسب الكبير، احنا لسه في البدايه. تمام كابتن حشيش، 8 اهداف، فوز رائع وكبير شباب الاهلي. الهدف الاحلى بقى في الثمن، انا لازلت مصر الجون الاولاني. الجون الاولاني هدف احمد خالد كباكه، التسديده الرائعه، في شغل جامد وفي مهاره التصويب. دكتور احمد ثابت، هدف احمد خالد كباكه برضو الهدف الاول. رغم اعجابك بالهدف الثالث، هو الهدف الثالث والسادس بصمه مدرب بالزبط. ان مهاجم بينزل لتحت ويفتح المساحه للي جايين من ورا، ده بصمه مدرب. لكن احمد خالد كباكه عنده لمسه مختلفه، تحس ان هو لعيب سابق سنه بصراحه. وانا بتفق برضو مع يعني نجوم الاستوديو التحليلي ان الثمان اهداف احلى من بعض. ليه برضو يا اسامه؟ لازم ارقصه. اصل الاهداف اللي بتيجي بالمهاره خاصه بتبقى للعيب واحد على حسب توفيقه في الماتش، انما الهدف اللي بيجي لعب جماعي بيبقى مشترك فيه اطراف كتيره. قبل ما نروح للنمسا ونستعرض لقطات من هناك ونطمن جمهور النادي الاهلي، يا ريت. طيب تعالوا نشوف يعني الكابتن محمود الخطيب، وهو زي ما قلنا لحضراتكم في بدايه الاستوديو التحليلي هيكون متواجد النهارده في اللقاء. النهارده في تواجد الجاليه المصريه بقى وجماهير النادي الاهلي اللي بتؤازر النادي الاهلي، وكمان بنطمن جمهور النادي الاهلي على تواجد الكابتن محمود الخطيب. زي ما قلت لحضراتكم كان هو بيعمل يعني تمرين علاجي في الجيم، وكان حصل له زي دوار او دوخه بسيطه، فكان دماغه ارتطمت يعني بحديده موجوده في الجيم، فكان راح للمستشفى واخد حوالي 3-4 غرز، ودي الشبكه اللي على راسه دي يعني عشان الغرز شغرز الموجوده شغرز. لكن بنطمن الجماهير الكابتن محمود الخطيب الحمد لله بحاله صحيه جيده، وبكره ان شاء الله هيتوجه الى فرنسا لاستكمال بقى الفحوصات الطبيه. هيغيب فتره، خلال الفتره اللي جايه هيكون متواجد فما بين باريس، ممكن بعد كده يروح المانيا يرجع تاني برضو يشوف طبيب المعالج. فنتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل يا دكتور سامي. طبعا الف سلامه للكابتن محمود، بصراحه صوره عظيمه ان واحد يبقى تعبان ومصر ان هو يحضر ويسافر المعسكر ويحضر وراهم ويحضر الماتش الودي رغم كمان اصابته في الراس. لا بصراحه حاجه تحترم من الكابتن محمود، ودايما في ظهر الفرقه، وان شاء الله كده السنه دي تبقى احسن من السنه اللي فاتت. كمان انت خدت خماسيه، السنه الجايه ان شاء الله تاخد سداسيه، وده دايما اكبر يا احمد السنه دي عبء على كل الناس وعلى مجلس الاداره عشان نحافظ على الاقل على الانجاز الكبير اللي اتعمل في السنه المميزه السنه اللي فاتت. وفي نفس الوقت برضو يعني انا بقول له الف سلامه وربنا يشفيك. كابتن محمود الخطيب بيتابع كل تفصيله صغيره في الفرقه،
ودي واحده من اهم مميزات ان انت رئيس النادي بتاعك يكون اسطوره. انت تعبان يا احمد اهو، انت تعبان ومصر تروح في ماتش ودي في فتره اعداد يا اسامه، دي حاجه يعني الناس لازم تقدرها جدا. ما بيسيبش تفصيله الا لما بيكون بيتابع كل حاجه في الفرقه. صحيح. ودي زي ما بقول لحضرتك ميزه ان يكون رئيس النادي اسطوره، ان هو وبعدين هو حضوره يعني مشكله ليه، لان هو كم الصور وكم الناس اللي عايزه تتكلم وعايزه تتصور، فده بيتعبوا زياده. شيوخك اكتسبنا مجدنا وبشبابك احتفظنا باسمنا. احتفظنا باسم جمهور الاهلي العظيم. يعني عامل حاله في كل مكان، الاهلي متواجد في اي مكان في النمسا، هيكون في السعوديه، في اليابان، هيطلع القمر، جمهور الاهلي متواجد. يعني ده سر النجاح، اينما كان موجود اسم الاهلي تلاقي جمهور الاهلي العظيم. سر الفانيلا الحمراء هو ده. سر الفانيلا الحمراء. الاهلي خلال الفتره اللي فاتت يعني وحش جمهوره، الفتره فاتت حق اللعيبه انها تغيب عشان تريح تبدا فتره اعداد، لكن جمهور الاهلي متعود دايما ان يشوف اللعيبه، يشوف مباريات الاهلي، يتابع. صحيح. يكون متواجد. صحيح. حاجه حلوه وحاجه عظيمه جمهور الاهلي يا كابتن حشيش. طبعا ده سر نجاح النادي الاهلي وسر كون النادي الاهلي على القمه دايما دلوقتي، وسر ان النادي الاهلي هو نادي القرن هو بدعم جمهوره الكبير في كل الازمات، يعني سواء في الكويس والوحش بيبقى داعم ودعم مستمر وبيدي الثقه، داعم لمجلس الاداره ودعم للعيبه، وطبعا داعم للكابتن الخطيب، لان الكابتن الخطيب مش شخص عادي او يعني رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، لا ده هو كان لعيب اسطوري ومحبوب، شخصيه محبوبه ومسك النادي الاهلي كمان، فطبعا كل الدعم والتقدير والدعم بحب يا اسامه كمان، دي مهمه قوي. يعني ان انت بتدعم رئيس مجلس اداره عشان رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، انما كمان عشان بيحبوا الكابتن الخطيب، الكابتن الخطيب محبوب، ودي حاجه بقى الحب ده من عند ربنا يعني. طيب تعالوا نروح نطمن اكتر ويحطنا في الصوره اكتر زميلنا فاروق صلاح. تحياتي ليك يا فاروق، تحيات الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. اتفضل يا فاروق. مرحب بيك مره ثانيه يا كابتن اسامه، وخالص تحياتي طبعا لكابتننا الكبير كابتن حشيش والدكتور احمد ثابت ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمنا على فريق النادي الاهلي، ودلوقتي المباراه الوديه مقامه، تواجد الكابتن محمود الخطيب في احتفاء كبير من الجاليه المصريه وجماهير النادي الاهلي ايضا بالكابتن محمود الخطيب. يا فاروق بص يا كابتن، خليني اقول لك احنا في هذه الاثناء الشوط الاول للقاء اللي انتهى بتعادل ايجابي بهدف لكل فريق، الفريق الانكي السلوفيني كان تقدم بهدف في الدقيقه الاولى، احرزه اللاعب برايم فانكي، احرز الهدف الاول، ثم النادي الاهلي اهدر ركله جزاء كان تحصل عليها رامي ربيعه، اهدرها اللاعب محمود كهربا. توالت الفرص تباعا للنادي الاهلي، فرص مهدره من بعض من اللاعبين في وسط حاله تالق كبيره جدا من عناصر مهمه جدا، سواء عبد القادر، سواء يعني محمد مجدي قفشه، الشحات، كهربا، طاهر محمد، محمد طاهر. سيطر النادي الاهلي على احداث شوط اللقاء الاول، ثم اهدر فريق انكي فرصه هدف في الكره في القائم مصطفى شوبير، ثم طبعا ادرك النادي الاهلي هدف التعادل عن طريق كهربا في الدقائق الاخيره من شوط اللقاء الاول. عايز اقول لك في اكثر من عنصر ظاهر بشكل كويس قوي، يعني اللي احنا بنتكلم برضو على فريق او الاشبال المعتز يعني بادئ بيه مستر كولر من بدايه اللقاء وكريم التبيست، الاثنين عاملين شوط ولا اجمل ولا اروع من كده. في الوقت اللي انا بكلم حضرتك شايف كريستو بيجري عمليات التسخين والاحماء، رضا سليم، خالد عبد الفتاح، امام عاشور، يعني الاجواء والعناصر الموجوده على مقاعد البدلاء. مشهد بقى يا كابتن اسامه، مشهد معتدين عليه، اي مكان هتروح ويكون الكابتن الخطيب داخل الملعب، الجميع يعني هي سبحان الله يا كابتن اسامه، هي ملكه من عند ربنا سبحانه وتعالى، بتلاقي الانظار كلها بتطلع من الملعب تتجه للكابتن الخطيب، احتفاء واحتفال بالاسطوره الكابتن الخطيب، الجماهير كلها هتاف كبير جدا للكابتن الخطيب، الجميع جري على الكابتن الخطيب عايز يلتقط الصور مع الكابتن محمود الخطيب. مشهد احنا متعودين عليه في اي مكان هتروح موجود فيه الكابتن، اعتقد دي الحب دي تبقى نعمه وهبه من عند ربنا، لكن يعني الاجواء بالنسبه للماتش اجواء ممتعه جدا. الدقيقه كام دلوقتي في المباراه يا فاروق؟ احنا حاليا دلوقتي اللي هي فتره الراحه بين شوطين
بالظبط يعني دقايق وهيبدا شوط اللقاء الثاني يا كابتن اسامه. النادي الاهلي انا شايف كولر هيعتمد على جميع اللاعبين، هيدي هيقسم المباراه على كل اللاعبين طبعا يا فاروق. بالظبط يا كابتن اسامه، يعني انا في الوقت اللي انا بكلم حضرتك انا شايف ان هو بيجهز لاعب كريستو، يعني شايف زي ما قلت لحضرتك كان خلال عمليات الاحماء ما بين الشوطين شايفه بيجهز كريستو، شايف امام عاشور بيجهز، شايف رضا سليم، شايف صلاح محسن، هيدي الفرصه لعدد كبير جدا من اللاعبين. لكن النقطه الاهم اللي انا باكد عليها من خلال حضرتك ثقته في العناصر الشابه، سواء معتز اللي بادئ بيه اللقاء من البدايه، سواء كريم التبيس، زي ما قلت مع حضرتك ان هو اشتغل بالامس ان وظف فخر في مركز الظهير الايمن الباك اليمين، بيظهر فخر برده بشكل متميز وشكل كويس جدا. كريم نزل في منتصف الملعب بيلعب بجواره قفشه في مركز 8، فاعتقد يعني ان شاء الله يعني الشوط الثاني برده يكون مردوده كويس بالنسبه للنادي الاهلي. كده يعني انا زي ما اكدت لحضرتك خلاص كريستو هيبقى ورقه بديله في بدايه شوط اللقاء الثاني، شايف خلاص نزل ارض الملعب، فيعني خلال دقائق هينطلق شوط اللقاء الثاني. الجمهور المصري عامل ملحمه هنا بصراحه يا كابتن اسامه. حقيقي انا لسه بقول لضيوفي دلوقتي الكابتن حشيش والدكتور احمد ثابت، فريق الاهلي وحش جماهيره، فالنهارده مباراه وديه، فرصه بقى للجماهير المتواجده في النمسا وفي البلاد اللي جنب النمسا انها تشوف وتروح تأزر الاهلي. في ناس يا كابتن اسامه، في ناس جايه من المانيا، في ناس جايه من فرانكفورت موجوده عشان تتفرج على النادي الاهلي، في ناس جايه من سلوفينيا، في ناس جايه من على الحدود جايه تتفرج على المباراه. جماهير النادي الاهلي عامله ملحمه، عامله يعني زي ما تقول كده بدايه واحتفال بالنادي الاهلي. شفنا الدخله بتاع جماهير النادي الاهلي، من شيوخك اكتسبنا مجدنا وبشبابك احتفظنا باسمنا، اعتقد رسائل كتير جدا بيقدمها جمهور النادي الاهلي. دلوقتي انطلق شوط اللقاء الثاني يا كابتن اسامه. نتمنى ان شاء الله مع التجهيز الفني والبدني ان المباراه تخرج كده، اللعيبه تخرج بسلام ان شاء الله، ويكون افضل استعداد لمباراه السوبر الافريقي. بنشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا، حطيتنا في الصوره، ونتمنى التوفيق للاعبي النادي الاهلي. كابتن حشيش، عشان وقتنا في النهايه بقى، رجل مباراه الاهلي وبلديه المحل. بصراحه هم كلهم رجاله بما فيهم طبعا الجهاز الفني، كل واحد ادى دوره وده الاهم، وده اللي يهمنا ان كل واحد بيعمل اللي عليه والباقي على ربنا. النهارده كانوا في يومهم، كلهم كانوا متفوقين، كلهم كانوا متميزين، ولو هنختار بقى واحد بس محمد رأفت. محمد رأفت رجل مباراه من وجهه نظر الكابتن محمد حشيش. دكتور احمد ثابت، محمد رأفت لانه سجل 3 اهداف، صنع هدفين، يعني مساهم في 5 اهداف من الثمانية. هو كان يعتبر في وجهه نظري سر الخلطه، سر الاداء الممتع ده، ان هو بيلعب كمهاجم وهمي، واتكلمنا ان الهدف الثالث والسادس شبه بعض، ان هو بينزل لتحت ويفضي مساحات لزمايله. كمان في نهايه الشوط الثاني لما رجع ولعب وسط ملعب في اخر 10 دقائق لما نزل حسام عادل، ورجع يعني بيلعب في اكتر من مركز، ولعيب بصراحه مكسب كبير في مهاجم راس حربه محمد رأفت للقطاع الناشئين في النادي الاهلي. انا اختار 2 بقى عشان انا المذيع. اشمعنى بقى؟ اتفق معاكم طبعا 100% محمد رأفت واحد من نجوم اللقاء، وايضا عمرو خالد بيبو. عمرو خالد بيبو النهارده برضو ادى اداء رائع، كل اللعيبه مع الجهاز الفني رائعين. لكن طب ما نزود خيرهم 3 بقى، مين الثالث؟ فارس كباكا. كباكا لا بس كده العمليه، اصل كباكا ده كويس على طول كده العمليه. كباكا كويس على طول، انما فارس كان النهارده الحقيقه مميز قوي كمان. بشكركم شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا كابتن حشيش متالق كالعاده. شاكر جدا، شكرا شكرا، والف مبروك للنادي الاهلي. شرفتنا ونورتنا دكتور ثابت، ومبروك الخطوبه. الله يبارك فيك. وشكرا ومبروك على النادي الاهلي. الف مبروك يا احمد، الف مبروك. الله يبارك فيك. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر ضيوفي الكرام الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، دايما متميزين، دايما بحضروا قبل استاد الاشبال، عشان كده بنلاقي دايما معلومات قيمه وتفاصيل عن كل لاعب. يعني ان شاء الله هيكون الفتره اللي جايه هيكون فيه كتير من استاد الاشبال، هيكون فيه مباريات على الهواء مباشره، خدمه مميزه بتقدمها قناه النادي الاهلي علشان جماهير النادي الاهلي، ودايما نسلط الضوء على المواهب داخل قطاع الناشئين. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وقريبا نلتقي مع بعض ان شاء الله في استاد اشبال جديد، ومباريات دايما بيكسبها النادي الاهلي بيمتع جمهوره.